نكمل استسمحك نروح لاراء بعض اولياء الامور عن الاستثمار في التعليم. هو بيخضع من وجهه نظر ان صاحب المدرسه بيستثمر ايه بيكسب ايه. صحيح انا عارف احنا نشوف انت عارف المشاهد مش لا انا عارف قصدي انا هيقولوا ايه يعني مش انا نفسي اسمع هم بيقولوا. طب نسمع سوا نسمع سوا اتفضل. استثمر في ابني وان هو يبقى حاجة أحسن بعد كده بيفكر بيشغل دماغه مش كله حفظ لا في بيتعامل إزاي بيتعامل مع الناس إزاي. أنا دلوقتي لو أنا هوجه ابني للحاجة اللي أنا عايزاها يبقى أنا ملوش لازم أن أنا أدخله إنترناشونال. أحب أن أنا أعلمهم تعليم كويس يصلح لسوق العمل بعد كده وهو بمؤهله وبشهادته وبالإكسبيرينس بتاعته يقدر يفتح أي مشروع هو عايز يعمله بخبرته. لكن هو معهوش شهادة مؤهلة أنه هو يفتح مشروع هينجح إزاي. بالنسبة للمبالغ اللي بتدفع في المدارس طبعا إلى حد ما بتتناسب الانترناشنال المدارس الانترناشنال مصاريفها بتتماشى إلى حد ما مع مستوى التعليم اللي بياخدوه والخدمة اللي بيحصلوا عليها كتعليم. لكن في الناشونال لا طبعا انا غير راضيه عن المصاريف اللي بتدفع في الناشونال خالص يعني مش متماشيه تماما يعني. اعلمه تعليم كويس واللي انا ادخله مدارس انترناشونال وبعد كده هو يقدر ان هو يفتح مشروع ويقدر ان هو الاستثمار اللي انا هستثمره في مشروع انا استثمره في ابني افضل. لاني لو انا عملت مشروع لي انا وهو ما عندوش خبره او ما علمتوش كويس او ما عندوش ثقافه ممكن يضيع المشروع ده. لكن لو انا علمته كويس اخذ خبره كويسه في الحياه يقدر ان هو يفتح اي مشروع يقدر ان هو ينميه يقدر ان هو يعمل حاجات كتير بالتعليم. طبعا يبتدي في التعليم الجيد لان التعليم الحكومي يعني غالبا هيبوظ حاجات كتير قوي مش هيتصلحها المشاريع فلوس المشاريع بعد كده. السيستم التعليم ان جنرال في مصر لا محتاجين نأبجريد كتير قوي.